بهالفيديو حبيت فرجيكم كيف بغسل الخضار والفواكه وكيفية حفظها لفترة أطول. أول شي بنقعهم بمي باردة مع البيكنج سودا لمدة 5 أو 10 دقايق للتخلص من الرواسب ونسبة كبيرة من المبيدات اللي بتكون على سطح الخضار والفواكه. وطبعاً بعد النقع بشطف كل شي بالمي وبرجع بنشفهم كتير كتير منيح قبل ما خزنهم بالبراد بعلب مبطنة بمنشفة جافة. أما بالنسبة للورقيات فبنضفهم بنفس الطريقة وبنشفهم كتير منيح وبرجع بحطهم بالماء يعني مثل بوكال ورد أو بالهيرب سيبر. ولحفظ الجزر لفترة أطول بالبراد بحطهم بجار وبغطيهم بالماء مع ضرورة تغيير الماء بين فترة وفترة. وبس هيدا كان كل شي، بتمنى تكونوا استفدتوا.